اوكي، اهلا وسهلا بالجميع، يعطيكم الف عافيه. اسمي احمد خريسات ومعي بشرى، خريجه دكتور صيدله من الجامعه الاردنيه. احنا حنستنى مجموعه من الناس لحد ما يجوا، بما انه حنعمل سيف لهذا اللايف، فخليها هاي هي بدايه. خلينا نستنى يا بشرى مجموعه من الناس، خليها تفوت ونبلش ان شاء الله حديثنا الشيق اللي راح نحكي فيه عن اساسيات البحث العلمي. أو إذا أنت شخص زيي ما بتفهم البحث العلمي، اليوم حتتعلم كيف تفوت على البحث العلمي. إن شاء الله. أوكي، الناس تبلش تفوت. إن شاء الله يحكون حديث شيق، خصوصا لواحد من الفيلدز اللي أنا برأيي بعد 4 سنين بهالجامعة قديش هي مهمة، حتى لو أنت مش انترستنج فيها لازم يكون عندك الدراية البسيطة. وأكيد هسه بشرى حتكملنا هذا الفاليو اللي إحنا لازم كل طالب صيدلي يكون عنده. أنا متأكد أنها حتتفق معي جدا بهذا الموضوع. إن شاء الله أكيد. تمام، نصف دقيقة إن شاء الله ونبلش. الناس بلشت تيجي والمنشنات. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا بالجميع. إذا إن شاء الله خلينا نقول يا رب ونبلش إن شاء الله باللايف تبعنا. معنا مرة أخرى دكتورة الصيدلانية الخريجة حديثا دكتورة بشرى، الأسبوع بدها الماضي تحكي لنا عن أساسيات الأسبوع الماضي تحديدا. فاعتبروها بشرى جاية من المستقبل لعندكم وتقول لكم ايش هي اساسيات البحث العلمي وايش هي التفاصيل للبحث العلمي اللي بتهم كل طالب صيدلي ويتنور بهذا المجال. فبداية بشرى ممكن تعرفينا عن حالك وتحكي لنا عن نفسك اكثر، then نبلش بموضوع البحث العلمي. اوكي تمام، شكرا كثير احمد بالاول، وشكرا لنادي الطبي على هاي الاستضافه اللطيفه. انا بشرى عكيله، خريجه دكتور صيدله من الجامعه الاردنيه، زي ما حكيت خرجت الاسبوع الماضي لسه، يعني خريجه الفصل الثاني. خلال حياه الجامعه شوي حاولت انه اطلع شوي عن انه بس احنا بنفوت على الجامعه عشان نطلع بشهاده، حاولت احاول انجز اكثر من شيء خلال فتره دراستي، ومن ضمنهم كان البحث العلمي. ففكره هذا اللايف عشان انه أحكي كيف بلشت بالبحث العلمي، أحكي شوية نصائح يعني من تجربتي أنا اللي مريت فيها، يعني أشياء حسيت إنه مثلاً كل طالب لازم ياخذها بعين الاعتبار، وعلى هذا الأساس إنه إن شاء الله يعني نحاول معظم الطلاب يكون في عندهم تجربة ناجحة بالبحث العلمي خلال فترة البكالوريوس. جميل جميل جدا. تمام، أنا بس بدي أنوه للحضور الكريم بأنه إحنا الآن حتبلش بشرى تحكي لنا عن أساسيات البحث العلمي وخطوات اللي الحد اللي بده يفوت فيه ويصير انترستنج فيه. وأنتم تقدروا تكتبوا أسئلتكم على الكومنتس، حتى لو الكومنت طلع لفوق أنا حكون مسجله، هو موجود عندي لحتى نسأله بآخر نص ساعة لدكتورة بشرى. فدكتورة بشرى the floor is yours، احكي لنا كل ما يخطر في بالك in your experience عن البحث العلمي. تمام اوكي، اول إشي رح احكي تعريف بسيط انه انا كيف بلشت اصلا رحلتي بالبحث العلمي، شو الخبرات اللي مريت فيها، وبعد هيك رح احكي النصائح سواء انا طبقتها او ما طبقتها، يعني في كثير اشياء انا بتمنى لو اني طبقتها، فانا يعني رح احاول انقلها للطلاب اللي حابين هلا يفوتوا على البحث العلمي. اوكي، في البدايه بلشت اول إشي انا كنت مخلصه سنه ثانيه جامعه طالعه على سنه ثالثه، بلش الموضوع كله بورشة بحث علمي من الـ PSRC، نادي البحث العلمي بكلية الصيدلة. كانوا عاملين ورشة بفترة الصيف قبل ما نبلش الفصل الأول، كانوا عاملين ورشة مدتها أسبوع عن أساسيات البحث العلمي. طبعا هاي ورشة نادي البحث العلمي بيعملها سنويا، كل سنة بيعملها، بتكون لمدة أسبوع بتحكي عن أساسيات البحث العلمي، بيستضيفوا دكاترة من سواء من كلية الصيدلة أو من غير كلية الصيدلة، من برا كلية الصيدلة، لحتى يحكوا عن اساسيات ممكن انه الطالب يعني ياخذ فكره عن البحث العلمي. احنا ما بدنا نحكي انه اكيد الطالب بيطلع يعني بالضبط عارف شو بده او شو يعني بحث علمي بشكل دقيق، بس بياخذ لمحه ايش يعني بحث علمي وكيف كطالب بكالوريوس ممكن يكون جزء من تجربه البحث العلمي. فالمهم فتت بهاي الورشه، قدمت انقبلت فيها، كانت مدتها اسبوع. لما فتت الورشه ما كنت اعرف اي شيء قبل هيك عن البحث العلمي، ما كان عندي اي تجربه سابقه. لما فتت يعني كثير انبسطت، حبيت جدا جو الورشه، حبيت جو النقاشات العلمية اللي عم بتصير، حبيت جو الدكاترة مع الطلاب،
عجبني موضوع البحث العلمي، حبيت يعني حسيت انه ممكن انا اكون بهذا المكان، فحطيت في بالي انه انا ان شاء الله راح اكون جزء من مشروع بحثي، يعني ما كنت عارفه لسه، مش محدده الطريقه ولا الوسيله، بس انا كنت حطيت في بالي انا راح اكون جزء من مشروع بحث علمي ان شاء الله. فالمهم بلشنا الفصل الدراسي، كان من ضمن الدكاتره اللي درسوني دكتور علاء الدين كيلاني، طبعا يعني الله يجزيه كل خير دكتور علاء، يعني هو كان الاساس لكل شيء. فدكتور علاء كان بيدرسني statistics، كنت طبعا انا سامع عنه من الطلاب انه كل فتره بيختار طلاب، مجموعه طلاب مميزين ممكن يشاركهم بابحاثه، فيعني حسيت انه انا بدي اشتغل مع هذا الدكتور، انا حابه اشتغل مع دكتور علاء، وشفت اكثر من مره تعامله مع الطلاب اللي بيشتغلوا معه، يعني حبيت الفيلد كمان اللي هو بيشتغل فيه، فحطيت في بالي انه انا حابه اشتغل بالبحث العلمي مع دكتور علاء الدين الفلاني. فاللي عملته انه خلال هذا الفصل كان في عندي انا ماده statistics اللي بيعطيني اياها، يعني اعطيتها effort مختلف عن كل المواد، يعني كنت جدا مهتمه فيها، ما اضيع محاضره، يعني كنت احاول قدر الامكان اني اتبع كثير لحتى اقدر اوصل للدكتور بطريقه معينه، يعني اقنعه انه انا ممكن يكون في عندي إشي مميز. يعني انت زي كنت فوصلنا بدك تاخذي الاتنشن تبع الدكتور بالضبط بابداعك في هاي الماده. بالضبط، يعني لقيتها انه انترستنج. طريقه ممكنه، طبعا هذا مش الطريقه الوحيد ولا يعني ولا المعدل، اهم شيء دائما ضلهم يسالوا الطلاب هل المعدل اساس؟ ابدا مش اساس، يعني تمام. معظم الطلاب اللي اشتغلت معهم ما كانوا حتى امتياز وابدعوا في المجال، فالمعدل ابدا مش اساس ولا العلامات اساس، بس انا حسيت انه طريقه ممكنه لاني اجذب انتباه الدكتور. ففعلا قبل نهايه الفصل كان تجميعي في الماده يعني فل، ما نقصت ولا علامه، كنت اعلى تجميع، فكان الدكتور انتبه لي، حكى انه الطالب اللي جابت فل انه تراجعني. فوقتي حسيت انه هاي فرصتي. فرجعت الدكتور وفعلا حكى لي في ريسيرش بروجكت اذا انت مهتمه. كثير انبسطت، قلت له طبعا مهتمه. وهون بلشت معه باول ريسيرش بروجكت كان باشراف دكتور علاء الدين كيلاني، دكتور سامر ابو لطيفه، ودكتور محمود القواريق. طبعا يعني انا بهذا اللايف معلش كثير اسماء، بس لانه ما بقدر احكي عن رحلتي من غير ما احكي عن هذول الاسماء اللي كانوا اساس. إلهم دورهم بالكري تاعك. بالضبط بالضبط. وكان معي زملائي في هذا البحث، وهم اصدقائي حاليا، ساره منصور وحمزه عامر. اشتغلنا على هذا البحث، كان هدفنا نصمم لاب اكسبيرمنت، وفعلا بعد سنة ونص تقريبا يعني الحمد لله نشرنا هذا البحث في مجلة أمريكية، American Chemical Society، وخلصنا البحث هذا على خير. فخلال فترة البحث طبعا راح أحكي لقدام باللايف عن أشياء معينة مرت معي في البداية، الصعوبات، كيف إنه الواحد يحاول قدر الإمكان إنه ياخذ أكبر استفادة، وهي الأمور إن شاء الله راح نتطرق لها في اللايف. هلا خلال هذا البحث يعني الحمد لله قدرت أثبت وجودي نوعا ما، فدكتور علاء عرض علي فرصة بحث ثاني معه كمان، ومع دكتور سامر ومحمود، بالإضافة لدكتورة رند أبو زرع. ففعلا فتت بهذا البحث، وهون تعرفت على التيم البحثي تبعي حاليا، احنا انا وافنان ودانا، يعني صديقات البحث العلمي، شكلنا فريق بحثي بعد هيك. وكان معنا صديقتنا برضه طالبة ماستر كانت من غزة، سمر ابو الخيم. كان هدفنا في هذا البحث انه احنا نصنع تشاركول، يعني طلاب الصيدلة يمكن اكثر راح يعرفوا التشاركول، تشاركول اللي احنا بنستخدمه، كان هدفنا انه نصنع تشاركول من مواد محلية غير مستغلة، يعني هي ويست عم بتروح، احنا كان هدفنا انه ناخذها ونصنع منها تشاركول يكون له استخدامات سواء طبيه او غير طبيه. ومشينا في البحث الحمد لله، وعرضناه في اكثر من مؤتمر علمي. بعد هيك بعد بفتره تعرفنا على الدكتوره الرائعه دكتوره سناء بردويل، انا وصديقاتي انا ودانا واسنان. ويعني الدكتوره سناء في قصه برضه راح احكيها انه احنا كيف قدرنا نفوت على اللاب عندها. دكتوره سناء هي عندها لاب تيشو كلتشر او سيل كلتشر الاصح، زراعه الخلايا، لاب جدا دقيق، لاب جدا حساس، بده معايير سلامه كثير عاليه، ومش كثير سهل انه اي طالب يفوته، لانه يعني بيحتاج لكثير حذر اللاب. فكان معظم تعاملنا مع خلايا سرطانيه، احنا عم نجرب عليها سواء مواد او ادويه معينه حتى نشوف فعاليتها على هاي الخلايا في قتل هاي الخلايا. ودربنا دكتور حسام السلامات تدريب رائع، كانت التقنيات مش سهله صراحه، بدها وقت انه الواحد يتعود عليها. فدربنا دكتور حسام، ويعني الحمد لله بعد فتره اتقنا المهارات هاي، واشتغلنا سنه كامله على هذا المشروع، وحاليا احنا في عمليه التحضير للنشر ان شاء الله. وبقدر احكي انه هاي باختصار تجربه البحث العلمي خلال هذول الـ6 سنوات. هو التشاركول هو مربوط بالكانسر سيلز اللي انتوا رحتوا على اللاب تبعهم؟
لا لا، إشي منفصل، هذا هذا فرنش وهذا منفصل. كله. يس يس، ما كان له علاقة، حلو، يعني كان إذا نوع كان عمل. في الدكتور أعطاك، خلينا نحكي السوفت سكيلز اللي تتعلموها أثناء عملية الريسيرش على الماكينات اللي أنتم حتعملوا فيها البحوثات. يس، هذا الحكي مينلي هيك كان في فهمت لابس عليه. الكلتشر، لأنه التكنيكس كانت شوي صعبة، فكان يعني أخذنا فترة تقريبا شهر لشهر ونص تدريب مكثف، يعني نيجي يوميا حتى فترة العطلة تبعتنا نقضي ساعات منيحة في اللاب نتدرب على التقنيات، لأنه كانت بدها وقت إنه الواحد شوي يتقنها، فأخذنا فترة تدريب. في الريسيرش الأول كانت شوي التقنيات يعني أقل صعوبة، أبسط. فما احتجنا، كانت أبسط، فما احتجنا هاي الفترة للتدريب، كنا من خلال البحث نتعلم احنا شوي، ممكن المساعد البحثي يعلمنا، ممكن حدا من الدكاترة يفوت معنا على اللاب يعلمنا، يعني كنا نحاول انه نتعلم بطرق مختلفة طب لحد هل ما. هيك بتحسي كل ريسيرش له طبيعة equipments مختلفة، ولكن هل الطالب يعني يحط هذا الموضوع into consideration انه انا بدي افوت على الريسيرش يكون equipment تبعته بسيطة، ولا مش مهم ما دام المنتور تاعه يعني على مستوى عالي؟ يعني هلا في البدايه ممكن الواحد بيساعد شوي انه تكون الاكويبمنت بسيطه، انه هو مش بحاجه كمان لافورت زياده، يعني هو البحث في البدايه، البحث العلمي بحاجه لافورت من ناحيه قراءه، من ناحيه انه الواحد كيف يفهم، كيف يرتب افكاره، الكريتيكال ثينكينج، هاي الاشياء بدها الوقت الواحد يتعود عليها، وممكن بالبدايه يساعد انه هو مش بحاجه كمان لتكنيكال سكيلز انه يتعلمها، بس مش شرط، يعني فعليا الاشياء التكنيكال بالنهايه الواحد بيتعلمها، يعني بس مع شويه ممارسه بتعلمها، فمش شرط. طيب جميل وكيف جدا. طب بقدر، نعم جميل، احكي لنا طيب عن اول مشروع في التيم مع الدكتور علاء، بعد ما يعني اخذت الاتنشن وطلبك وصار بينكم شغل، شو بتحسي الخطوات اللي عن جد كان لازم لو هسه رجع فيك الزمن كان مثلا اعدت التفكير فيها، او عملتيها بزياده او عملتيها اقل؟ شو الطالب لما يفوت اول ريسيرش شو يحط بباله من امور اوكي ومعطيات؟ اوكي اول إشي الواحد بتكون نظرته اوليتها كثير بيرفكت، يعني بفكر انه يعني انا فايت زي لابات الصيدله او لابات اي كليه، انه انا فايت رح اعمل تجربه رح يطلع معي النتائج معينه، نتائج اكيده، هذا الحكي مش موجود ابدا بالريسيرش، يعني انت ما حتفوت تطبق يطلع معك نتائج، مو هيك الوضع ابدا. فاوليتها كنت يعني كثير اشعر باحباط كثير، يعني كنت احس انه انا مش عم بيزبط إشي، انه احنا عم بنفوت بنقضي ساعات طويله برجع بلاقي النتائج مش زي ما بدنا، النتائج مش كثير ظابطه. فهذا الحكي يعني اهم شيء بتمنى لو اني تجنبته بالاول، اني كنت احس باحباط شديد صراحه، اوليتها كنت احكي كثير بتوتر انه ما في شيء ظابط معي، ما في شيء عم يزبط، شكلي انا مش عم بعمل شيء صح، شكله انه في شيء غلط في الموضوع. فاكتشف بعدين انه يعني صرت اضحك على حالي صراحه، انه هذا الموضوع جدا طبيعي، يعني اصلا الريسيرش اتس اباوت ابس اند داونز، مش دائما رح يكون معك كل شيء ظابط ولا دائما رح يكون معك كل شيء خربان، فهذا شيء طبيعي، تيك ات ايزي، ما مش كثير الواحد يشد على حاله ولا كثير ريتنشن، عادي في النهايه يعني ان شاء الله مع الوقت يعني رح يزبط، او على الاقل لو ما زبط يعني الواحد بيطلع بسكيلز تعلمها كثير يعني بتفيده لقدام. فيعني هاي اهم نصيحه يعني بحكيها للطلاب صراحه. جميل جميل. طب هلا انا كنت دائما اسال عن هذا الموضوع لما اشوف اللي معنا بالدفعه، وخصوصا اللي شوي شاطرين عن جد بيروحوا على الريسيرش وبدوروا على هاي الفرص. طيب هو شو فائده الدكتور الاوريدي فاهم وشارب كل التفاصيل تبعت الريسيرش هاد انه يستعين بمجموعه من الطلاب؟ خلينا نحكي يعني مثلا لو أها انا دكتور ليش استعين بثلاث اربع طلاب اعمل تيم واتغلب فيهم وفولو اب، وانت شو صار معك وانت شو صار معك، ما دام انا كدكتور انا فاهم كل شيء حيصير وفاهم كل شيء بدي اعمله؟ فشو بتحسي الادد فاليو تبعت الطلاب على ريسيرش بده يعمله الدكتور، وهو اصلا الدكتور كمان؟ هذا سؤال ثاني منفصل، ليش دكتور بيعمل أها ريسيرش؟ يعني هو لايش، شو بده يوصل مثلا بعد ما صار PhD بيدرس بالجامعه الاردنيه، ليش بيعمل ريسيرش؟ أوكي سؤال لطيف. أول إشي شو الدكتور بيستفيد؟ فعليا هي الاستفادة للطالب مش للدكتور، يعني الدكاترة مشكورين جدا، هم بيعملوا هذا الإشي عشان الطلاب فعليا مش علشان أنفسهم، يعني هم حابين يفيدوا الطلاب لأنه هاي المهارات صارت مطلوبة، لأنه الدول اللي برا يعني صاروا شوي أكثر موضوع الريسيرش عندهم مهم في مرحلة البكالوريوس، بيطلعوا الطلاب أوريدي عارفين السكيلز المطلوبة، عندهم إكسبيرينس، فيعني هي خبرة مهمة للطلاب، فالدكاترة يعني هم تكرما منهم بحبوا انهم يفيدوا الطلاب وانهم يساعدهم بانهم يفوتوا معهم، هم عبء اضافي بالتاكيد، طلاب البكالوريوس صراحه بيكونوا عبء اضافي اكيد، لانه طالب ما عنده خبره، طالب هلا فايت على البحث، مع هيك الدكتور يعني يعني دكاتره مشكورين بضحوا لحتى انهم يحاولوا يعلمونا السكيلز اللي ممكن تفيدنا.
هلا من ناحيه انه الدكتور شو بيستفيد في البحث العلمي، يعني اول شيء البحث العلمي هو شيء جدا مهم، يعني هو عجله العلم، العلم فعليا ما بتحرك لولا البحث العلمي، فلو الكل وقف بحث علمي ففعليا ما في علم راح يستمر، هذا اولا. ثانيا بالاضافه اكيد للعلم، الدكاتره مطالبين فعليا انه يستمروا في ابحاثهم العلميه للحصول على درجات الترقيه، حتى يعني الدرجات في الجامعه ما بيقدر الدكتور ينتقل من درجه لاخرى من غير ما ياخذ نقاط معينه، اساس هاي النقاط يعني او من ضمن خلينا نحكي هو كمان البحث العلمي، فاكيد ما بيقدر يعني اي حدا يوصل عند مرحله يوقف يحكي انا خلاص ما بدي اعمل بحث علمي بعد هيك. واتوقع انه بصير يعني كمان شيء متأصل في الواحد، يعني بصير منهج حياه، يعني اذا الشخص في مرحله معينه كان جزء من البحث العلمي صعب انه يقدر يعني يوقف خلص انه انا ما بدي اعمل بحث بعد هيك، دائما بكون فضوله شغال، عقله شغال، بضل يحكي طب لو عملت هذا المشروع، طب لو جربت اعمل هيك، طب لو عملنا هيك شو بيطلع. فالواحد دائما بضل عقله شغال وبضل دائما في يعني مش عارف شو بدي اعبر في مصطلح، بس بضل دائما في جو البحث العلمي وبحب لأنه هو انه أصلاً ما يستمر. أخذ البي اتش دي إلا بعدة ريسيرش بالماستر وأكيد طبعا بالبكالوريوس ورسالة الدكتوراه، فهو ظلت بدمه خلينا نحكي، أو بدمها طبعا للدكتورة طبعا معين. يعني عادة يعني خصوصا خليني احكي عن تخصصات طبية او الصيدلة تحديدا، يعني عادة البي اتش دي الدكتوراه هي ريسيرش بيست، فهم بيروحوا الدكاترة من 3 لـ5 سنين فعليا بكون اساس الثلاث او الـ5 سنين هذول هو ريسيرش، فبالتأكيد يعني يعني الريسيرش زي ما بتحكي تأصل فيه. طيب جميل. هلا لو بدي احكي انا كاحمد سنه ثالثه او رابعه، وفعليا حلو الان انا بدي ابلش بعمليه ريسيرش، شو حلو اول شيء لازم اعمل فيه؟ شو الخطوات البدايه عشان اعمله؟ فانت حسب قصتك انه انا لازم الاقي الباشن له عشان اتاكد اني حستمر، ذن اني اشوف الدكتور المناسب. فمثلا لو انا هسه احمد بدي ابلش بالريسيرش، او اي حدا من الحضور الكريم حاليا، شو لازم يعمل؟ شو هي الخطوات الاولى عشان براكتيكلي كيف ابلش؟ تمام اوكي. هلا اول إشي انا يعني رتبت، حاولت ارتب كيف انه الواحد بده يبدا على شكل اسئله، الواحد بده يسال حاله مجموعه اسئله. اول إشي بده يسال حاله واي، ليش اصلا الواحد ممكن انه يختار انه يفوت في البحث العلمي؟ هو عبء اضافي، هو بده وقت اضافي، صحيح انه ممتع جدا بس هو بده وقت اضافي، بده يعني كنا نضل ساعات طويله كثير في الجامعه، كنا نيجي سبتات، يعني هو عبء اضافي في النهايه ما بنقدر ننكره، فانه ليش الواحد اصلا بده يحط هذا العبء الاضافي على حاله؟ في اكثر من سبب. هلا اول شيء اذا انا عارفه حالي، مثلا انا كبشري عارفه حالي انا حابه اكمل في المجال الاكاديمي، حابه اكمل دراسات عليا، هون انا راح احتاج للبحث العلمي، انا راح يفيدني البحث العلمي لانه في النهايه الدراسات العليا هي ريسيرش بيز، بالاضافه انه المنح حاليا خصوصا المنح الخارجيه يعني اغلبها بتعطي افضليه خلينا نحكي للطلاب اللي عندهم ريسيرش اكسبيرينس عن الطلاب اللي ما عندهم ريسيرش اكسبيرينس، فبهاي الحالة هون أنا رح تفيدني جدا خبرة البحث العلمي. ثاني إشي لو أنا بدي أشتغل وظائف هي بأساسها بحثية، سواء مثلا research and development أو أي وظائف ثانية بتعتمد بأساسها على المهارات البحث العلمي، فهون جدا رح يفيدني إنه إذا كان أنا already عندي هاي المهارات. ممكن سبب آخر إنه أنا يكون في عندي فكرة، في طلاب أحيانا ممكن يكون في عندهم فكرة حابب يطبقها، يعني غالبا الطلاب شوي بتكون الفكره مش واقعيه كثير او مش كثير يعني قابله للتطبيق، ولكن لو كان انا عندي فكره وحابب اني ادور كيف اطبق هاي الفكره، انا هون برضه رح احتاج لمهارات البحث العلمي. فطبعا في اكثر يعني من سبب، فالواحد يعني بده يشوف انه هل هو فعلا بحاجه انه يخوض هاي التجربه او مش بحاجه انه يخوضها، بالاضافه اكيد انه اذا الواحد عنده حب الفضول انه انا حابب اشوف شو هو البحث العلمي، حابب اشوف هذا المجال، فممكن برضو انه يجرب يخوض في هاي التجربة. إذن يعني هيك اوكي خلينا نحكي إنه find your passion بداية، بعدين بالضبط يبلش يشوف، ممكن هو يكون أصلاً عنده فكرة داخلية، بعدين يبلش ممكن تكون فكرة يعني خارج البوردرز، بل يحتاج لمنتورشيب لحتى يضمها جوا البوردرز ويبلش يشتغل عليها. اكيد اكيد اكيد، يعني غالبا شوي صعب او كثير صعب صراحة انه الطالب لحاله يشتغل او انه يعني يصمم بحث لحاله كامل او يمشي بالبحث لحاله، بالعاده اكيد هو بحاجه لمنتور، بحاجه لسوبرفايزر، فعشان هيك دائما يحاول الطالب انه يتواصل مع الدكاتره ويشوف انه مين ممكن يحتضن خلينا نحكي فكرته. تمام؟ اوكي، ننتقل للسؤال الثاني الطالب اللي يساله لحاله، انه انا متى ممكن ابلش؟ انا هلا طالب فايت الجامعه، ابلش هلا ولا ابلش بعدين؟ اوكي، جميل. هلا ما في اكيد جواب ديفينيت يعني، بس يعني انا اللي حسيته من تجربتي او من تجارب الناس الاخرين اللي انا شفتهم،
انه يعني يفضل انه اول سنتين من الجامعه الواحد شوي يكون مركز في الجامعه اكثر، او هو عارف يعني يحاول يفهم سيستم الجامعه. يعني اول سنتين شوي صعب الواحد يتشتت بشيء ثاني، اول شيء ما بكون فاهم سيستم الجامعه، كل شيء بكون بياخذ وقت طويل لدراسه المواد لانه لسه مش فاهم كيف طريقه الدراسه، فشوي صعب انه اول سنتين يبدا، بالاضافه الى انه الاساس العلمي عنده بكون لسه شوي المحتوى قليل عنده، ما عنده كثير اساس علمي قوي. فيعني لو مثلا من سنه ثالثه او سنه رابعه بكون الطالب شوي فاهم الموضوع اكثر، فيفضل انه مش خلال اول سنتين يبدا الطالب. اوكي، ننتقل للسؤال الثالث. السؤال هو انه انا هلا بدي ابلش، قررت اوكي انا عندي الباشن، انا مثلا طالب سنه ثالثه وانا هلا حابب ابلش، كيف ابلش؟ اوكي، اول إشي في عندنا اكثر من طريقه. في عندنا نوادي البحث العلمي، يعني نوادي البحث العلمي حقيقه هم كنز صراحه، يعني الكليات اللي عندهم نوادي بحث علمي هم عيالهم. نادي البحث العلمي جدا 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 بساعد الطلاب. هلا على مستوى الصيدله بدي احكي، انا كنت طبعا عضو من نادي البحث العلمي، شاركت معهم بعد ما فتت في مجال الريسيرش، قدمت لهم وعملت انترفيو وانقبلت. طبعا اعضاء نادي البحث العلمي للتوضيح، لانه اكثر من حدا سال، هم هيئه اداريه، تمام؟ يعني هم كثير موضوع تنظيم الورشات هاي، كيف يوصلوا الدكاتره مع الطلاب، ولكن اعضاء نادي البحث العلمي هم ما لهم اي اولويه في الابحاث ولا هم بيشاركوا في ابحاث، هي جميل. هيئه اداريه فقط. اوكي، فهم ما لهم اولويه في حال حب يعني حدا من اعضاء النادي حب انه يشارك بريسيرش معين وهو بيقدم زيه زي باقي الطلاب. واحنا اوريدي يعني كانوا لما يتم الاختيار لاي بحث اصلا الاسماء بتكون مغطيه، فاحنا ما بنكون عارفين انه اصلا حدا من اعضاء النادي مقدم، فهم ما لهم اي اولويه باي شيء، هي هيئه اداريه. فلانه كثير طلاب بيسالوا انه انا بدي انضم للنادي عشان اصير اعمل ابحاث، لا انت مو بحاجه لتنضم للنادي، النادي هو فقط هيئه اداريه. هلا ممكن تنضم لورشاتهم، النادي عاده بنظم ورشات، في مثلا على مستوى كليه الصيدله نادي البحث العلمي بنظم ورشه سنويه عن اساسيات البحث العلمي بتكون مدتها اسبوع، ورشه رائعه حقيقه يعني كثير ممتازه كبدايه. في ورشات دائما سكيلز، سواء statistical softwares STSS كل فترة بيعملوا، سواء تيشو كلتشر، حتى تيشو كلتشر في عندنا ورشات يعني بالنادي تنظمت لتعليم التيشو كلتشر. ففي سكيلز أحيانا بيعرضها النادي على شكل ورشات، حلو إنه الواحد يشارك فيها، ومنها ببلش الواحد يتعرف على دكاترة، يتعرف على بعض الطلاب اللي شاركوا في البحث العلمي، وممكن إنه يقدر يوصل للدكتور المناسب. تمام؟ أوكي، نحكي عن طريقة ثانية غير نوادي البحث العلمي. انا ممكن احدد دكتور انا مهتم في ابحاثه، او دكتور انا حابب اشارك معه في بحث معين، واتواصل مع هذا الدكتور. بس هون بدي انتبه لشغله، بدنا نعرف انه كثير في ناس بتفكر زينا، يعني دائما الواحد لما يفكر بفكره فكر حاله انه انا اول واحد صح. فعليا مش هيك. اعرف انه كل دكتور في الكليه قبل ما انت تروح له تحكي له دكتور انا حابب اشتغل معك في بحث علمي، في 10 طلاب على الاقل قبليك راحوا له. فانت لازم تقدر تثبت ليش انت ممكن تكون من احسن الطلاب اللي تواصلوا مع الدكتور، ليش الدكتور بده يختارك انت؟ الدكتور شو بده يضمنه مثلا بعد ما انت تفوت في البحث، تقعد شهر تزهق تطلع من البحث؟ فعليا البحث العلمي يعني المشروع البحثي جدا شيء سيء، الواحد يتركه من نصه، يعني تبدا بقى هاي يعني مرفوضه تماما. فالواحد لازم لما يبدا يكون متاكد انه هو حابب يكمل في هذا المشروع. ف يعني في اكثر من طريقه، بترجع في النهايه حسب الطالب وحسب الدكتور. ممكن انت تعرف الدكتور هو نفسه شو بيلفته، شو يعني الدكتور شو الاشي اللي ممكن يخليه يختارك. مثلا يعني من تجربتي انا كنت عارفه انه دكتور علاء في يعني بعض الفصول انه بيختار اعلى علامات على تجميعات من الطلاب، ممكن يعرض عليهم فرصه بحث علمي. فانا استغليت هاي الفكره وحاولت انه انا اجيب فعلا اعلى تجميع في كل الشعب، مش شرط، في طرق ثانيه، في دكاتره ممكن يثبتهم اذا الطالب اجى قارئ ابحاثهم. اجيت انت قارئ ابحاث الدكتور، او مش قارئ ابحاث يعني قارئ اتليست انت عارف باي فيلد هو بيشتغل، اجيت انا عارف عن ابحاث الدكتور، عارف شو يعني بحث علمي، اخذ فكره، جيت وقتها طلبت من الدكتور وحكيت معه نقاش علمي، تناقشت معه نقاش علمي واقنعته بحالي، هون برضه انا ممكن احصل على فرصه. في مثلا من تجربتنا مع الدكتوره سناء كان في تجربه لطيفه. الدكتوره سناء لما الطلاب يحبوا يشاركوا معها في بحث علمي او يفوتوا على مختبرها البحثي، تطلب من الطالب بروبوزل. بروبوزل يعني انت شو البحث اللي بدك تعمله، اعطيني فكره شو هي، شو الفكره اللي بدك تعملها وشو البحث اللي راح تعمله. تمام؟ طبعا
بنكون عارفين احنا شو الفيلد الدكتوره، بنقدر نشوف ابحاثها، بنعرف شو الفيلد بشكل عام اللي هي بتشتغل فيه، والطالب بيعمل بروبوزل. هلا قصه طريفه يعني صارت معنا، احنا لما رحنا كانوا كتير طلاب رايحين لدكتوره سناء، وكتير طلاب حكي لها دكتوره انه احنا حابين نشتغل معك. فالدكتوره وقتها طلبت بروبوزل، اي حدا بده يجي عندها بتحكي له اعمل بروبوزل، طبعا عشان يعني تشوف انه الطالب بيعطي افورت، يعني بيعطي جهد، مش انه طالب بس بده يجي يشارك يتسلى. فطلبت وقتها منا، كنا انا وافنان ودانا، طلبت منا وقتها الدكتوره بروبوزل. فاتفقنا انا وافنان ودانا انه بدل ما احنا نعمل فكره، احنا الثلاثه نشترك بفكره واحده، احنا رح نحاول نزيد فرصتنا، وكل واحده منا رح تطلع بفكره، نكتب 3 بروبوزلز بدل بروبوزل واحده عشان نزيد فرصتنا انه احنا نفوت على اللاب. لو ما عجبتها الفكره الاولى ممكن تعجبها الفكره الثانيه، ممكن تعجبها الفكره جميل. الثالثه. فكانت هاي نقطة صراحة يعني يعني أعجبت الدكتورة، وفعلا قدرنا نحصل على الفرصة بهاي الطريقة. رحنا على الدكتورة فعلا، حضرنا بروبوزل بدل بروبوزل واحدة، وحكينا مع الدكتورة وقتها، كثير انبسطت علينا وكثير انبسطت انه محضرين هاي البروبوزلز، وفعليا اختارت التيم تبعنا انه يفوت على اللاب. وهي برضه نقطة كثير مهمة بدي احكيها، اللي هو التيم ورك. يعني اغلب المشاريع البحثية بتكون على شكل افرقة غالبا، يعني بكون اكثر من طالب. ف يعني جدا مهم، من اهم الاشياء يعني كيفيه التنسيق بين الطلاب في هذا المشروع. يعني مش صح ابدا انه يكون مثلا مجموعه طلاب وطالب بيشتغل والباقيين مثلا في عدم تنسيق، هذا بيخلق جو تنشن وبيخلق مشاكل جوا المشروع البحثي. فعشان هيك يعني دائما الطلاب حلو انه يحطوا ببالهم انه لما تكونوا مجموعه انتوا لازم تطلعوا بنتائج اكثر من لما يكون فرد. احنا غالبا التيم ورك عندنا بنفهم انه انا بدي امسك نفس المجهود بدي اقسمه على عدد اكبر، فبالتالي انا بطلع لي جهد اقل. هذا الشيء صراحه مش كثير انا بتفق معه، فعليا المفروض كل طالب يبذل اقصى جهده، فانتوا كجروب تطلعوا بشيء اعلى بكثير من اللي ممكن يطلع فيه شخص واحد. فهيك انتوا بتقدروا تثبتوا انفسكم احسن، بتقدروا تنجزوا اول اكثر بوقت اقل. صح. فهذا اهم. انا هون حاب اسال قبل ما ننتقل للنقطه اللي بعدها، شو شكل هذا البروبوزل؟ يعني انت لما تحكي لي بروبوزل، انا كاحمد بروح بفكر ب باوربوينت دوكيومنت حاط فيه اوفر فيو لمجموعه من التوبكس اللي انا مهتم فيها لحتى افرجي ماي انترست. فشو هو طبيعه ممكن البروبوزل؟ يعني انه تمسك فكره معينه وانا احكي اوفر فيو عنها وانه انا فاهم فيها، بس ضل اني جو ديبر معك يا دكتوره يا فلانيه او دكتور فلاني. هل هذا شكل البروبوزل المقصود؟ بالضبط، ممكن انت تعرض باي طريقه. يعني احنا وقتها مثلا شكل البروبوزل تبعنا، احنا عارفين الفيلد اللي بتشتغل فيه يا دكتوره سناء، احنا دورنا على افكار مرتبطه بهذا الفيلد، انت بدك تلاقي افكار يمكن تطبيقها. صرنا ندور عادي على بوب ميت، على جوجل سكولر، طبعا هاي محركات بحث اساسيه للابحاث، فهون نرجع بنحكي للاساس انه الواحد يعني ضروري يكون عارف اساسيات، يعني يشارك بورشه او حتى كورسات على النت. فبتروح على محركات البحث الابحاث، بتشوف انه شو الابحاث الريليتد لهذا الفيلد، بصير الواحد شوي شوي من كثر ما بيقرا شو في افكار بصير ممكن يتبلور بباله فكره. هلا الفكره هاي مش ممكن، يعني مش شرط يتم تطبيقها، مش ممكن انه مش شرط انها هي تطلع الفكره الصح، بس بالنهايه تظهر انه انت حاولت. يعني احنا مثلا في بحثنا مع دكتوره سناء، احنا طلعنا بس في بروبوزلز وفعليا اخترنا مشروع فيهم، لما بلشنا شغل عليه اكتشفنا انه الدواء مش كثير افكتيف، مش عم يقتل الخلايا بالطريقه المطلوبه، وبالتالي احنا عملنا سويتش واشتغلنا على شيء ثاني. فمش شرط انه انت تجيب الفكره اللي هي خلص هي رح ينشغل عليها، لا، بس فكره البروبوزل اتليست تو شو انك انت مهتم، انه انت مستعد انك تحط ايفورت لحتى انك انت تشتغل مع هذا الدكتور. ممكن يكون ان انت تعرض فكرة طبعا يعني على ورق علمي، عملنا يعني دوكيمنتس نفسها اللي هي اللي رجعنا لها، معناها صحيح يعني كامله، عملنا زي سمرايزنج لمجموعه بيبرز، كل حدا منا يعني عمل سمري لمجموعه الابحاث اللي قراها، واللي حس انه الفكره تبعته هاي الابحاث ممكن تسند الفكره تبعته. على هذا الاساس طلعنا في بروبوزل وعلى تصور كيف انه ممكن احنا نطبقها، يعني بشكل مختصر انه شو التكنيك ممكن نستخدمها، كيف احنا ممكن نطبقها. وبهذا الشكل احنا عرضناها على الدكتوره. فالبروبوزل ممكن تاخذ اكثر من شكل، يعني كطالب بما انك انت لسه مش مقدمها لجهه رسميه، احنا بنحكي عن بروبوزل انت عم بتقدمها للدكتور، يعني ممكن نحكي مش كثير رسمي كيف يكون الفورم تبعها. طبعا لو لجهه رسميه البروبوزل لها شروط معينه وإلها شكل فورم كثير معين لازم الواحد يتبعه،
بس كطالب بده يعطي بروبوزل لدكتور بيقدر انه يكون يعني تجميع افكاره بطريقه مرتبه، سواء باوربوينت سواء وورد دوكيومنت، يعني ما بتفرق. انا بحب اضيف على اللي حكيتيه، انه بحس بس بهذا الموضوع كمان بالاضافه، انه ما دام البروبوزل ريبريزنت يو، فانت لازم تبين انوفيتيف، لازم تكون عندك الطريقه اللي تبين انه انت عن جد ادد فاليو لهذا التيم اللي بده يطلع بريسيرش وممكن بالضبط. ينتشر على مستوى العالم او على نحكي بيجز او على انستتيوشنز رسميه. فاذا انا حبيت شغله يعني تو ويز انت عملتيهم، انا حبيتها جدا بانه تو تيك ذا اتنشن فروم ذا دكتور مثلا بحصه او بماده، وتو تيك اتنشن بالبروبوزل اللي ريبريزنت يو او التيم تاعك. واتوقع كان هذا ادد فاليو، انك لو جيتي لحالك كان ممكن الاكسبتنس يقل كريت، ولكن لو جيتوا مع بعض هذول الثلاث متفاهمات عملوا 3 بروبوزلز مو واحد، عملوا 3 افكار وجوا اخذوهم، فاتوقع كانت كثير مبسوطه فيكم. بالضبط بالضبط، يعني فبحس فعليا انه هذا لازم كل حدا يكون فعلا انوفيتيف بالطريقه تو ريبريزنت هيم سيلف. اذا كان تقديم عادي فانت صفى، شو الفرق بينك وبين اي حدا عادي عم بيجي على هذا الدكتور؟ ما هي هي هاي واحد من السكيلز اللي حتتعلمها اثناء الريسيرش اللي حتفيدك بالمستقبل ككل وليس بس كريسيرش. حتى أكيد. ممكن تكون مميز، ولازم تلاقي طريقه تكون مميز حتى لو كانت كل الابواب مسكره عليك. بحس انا هذا بصادفه بالحياه العمليه لسه كمان، مش بس بالريسيرش. فالريسيرش اذا بيعلمك اياه فانت كسبت، انت فزت بهذا السكيل. بالضبط، يعني واهم شيء يعني دائما بتلاحظ انه اغلب مثلا الوظائف او المنح بيركزوا عليها، واحنا مفكرها انه يعني هي كلمه وبتنحط اللي هو التيم ورك، دائما كثير بيركزوا تيم ورك تيم ورك، فعليا لا، هو شيء عن جد جدا اساسي، والواحد اذا لقى تيم هو متفاهم معه فاكيد هذا التيم راح يدفعه للامام، مش انهم هم يعني راح يدفع يعني يرجعوه لورا، بالعكس يعني التيم بيساعدك انه انت تتقدم. فكتير حلو انه الواحد اذا لقى تيم هو متفاهم معه انه يحاولوا يكملوا مع بعض ويحاولوا انه يطلعوا بافكار مع بعض. فعليا هذا اللي صار، يعني انا وافنان ودانا ما كان هذا مشروعنا الوحيد، يعني احنا صرنا شكلنا فريق وصرنا اكثر من شيء نعمله مع بعض، يعني صرنا نحاول نشارك كثير اشياء، مرات بكل شيء كنا نشارك مع بعض، فكان هذا شيء جدا حلو. فاي حدا يعني بلاقي تيم يتفق معه فهو بكون added value اكيد. جميل. في عندنا هون بس سؤال بسيط حاب اسالك اياه من لوجين، بتقول وين بتعلنوا عن هاي الورشات اللي هي ورشات تبعت النادي؟ وين وين اين تمام يعلن؟ انا كان يجيني ايميلات منكم كنت انبسط بالضبط فيها صراحة، فايش بالضبط. هي طرق هلا الاعلانات اللي بتعملوها بالنادي؟ اوكي، هلا الفرص البحثيه بتم ارسالها على الايميل، كيف انه بتعمل سبسكرايب انه يوصلك على الايميل، بتروح على صفحه النادي البحث العلمي لكليه الصيدله، بيج على الفيسبوك، في عليها داتابيس، هاي الداتابيس عادي جوجل فورم بتدخل بياناتك لحتى انت تصير كل ما يكون في فرصه بحث بيبعثوا لك ايميل. غير عن هيك تابعوا صفحة الفيسبوك بيج نفسها للنادي، لأنه الورشات بتنعلن عليها، أي ورشات أي محاضرات بيتم الإعلان عليها، فيعني حاولوا دايما حطوها سي فيرست فعشان تطلع لكم أي ورشات بسرعة، خصوصا إنه غالبا بتكون الأعداد محدودة، فأنتم بحاجة إنه تشوفوا أي إعلان بسرعة عشان تلحقوا إنه تسجلوا. جميل جميل جدا. بتسأل مزدلفة بتقول وين بنقدر نلاقي أبحاث دكاترتنا أو دكاترة كليتنا أو حدا عن كلية معينة، كيف يلاقي أبحاث دكتوره عشان أوكي، يقدر هذا يدرس موجود، ويفهم كيف يقدم له؟ اوكي موجود باكثر مكان. اول شيء على موقع الجامعه نفسه، لما تفوت عند كل موقع دكتور الجامعة. على يس على صفحه كل دكتور موجود الابحاث اللي نشرها الدكتور. وسيله ثانيه كثير سهله، جوجل سكولر، بس فوت جوجل سكولر اكتب اسم دكتورك بيطلع لك كل ابحاثه مرتبه حسب التاريخ او حسب ال يعني سايتيشن، حسب اي شيء انت بتختاره. فيعني هدول الطريقتين سهلين، وهو اللي بتقدر تلاقي وتعرف شو الفيلد اللي بيشتغل فيه دكتورك. جميل جدا. هلا انا عندي سؤال شخصي، انا بسأل عن احمد وما بعرف ال 53 الموجودين حاليا رح يتفقوا معي ولا لا. شو اوكي الفرق لو انا طلعت بفكره بحثيه وطلعت ناجحه ونميتها مع تيم؟ شو اللي بيمنع انه هاي الفكره مثلا تكون هي مبنيه على برودكت ممكن يصير بالمستقبل او مبنيه على ديفايس ممكن تتسوى بالمستقبل؟ هل هون انا الي كريديبيليتي على انه لو صار في برودكت استلمته فايزر مثلا مبني على ريسيرش اخذوه منكم، بصير لك نسبة من هذا البرودكت؟ أو خلينا نحكي بزنس وايز بالنسبة اوكي للريسيرش، إذا أفكار فعلا صارت إبداعية وشطحت وطلعت، خلينا نحكي بهذا اوكي التعبير، شو دور الريسيرشرز هون لما يطلعوا بفكرة؟ هل هاي فكرة ممكن يجي حدا ياخذها ويعمل عليها برودكت، ديفايس، دواء جديد، دوز جديد وهكذا؟ هل هون وقت الفريق مثلا ممكن يصير فجأة يصيروا بزنس وومن أدمن؟ اوكي هلا يعني انا مش بزنس وايز،
يعني أنا ما رحت لمجال البزنس، فما عندي خبرة كافية في هذا الموضوع، ولكن يعني بدي أحكي لك إنه فعليا إذا يعني إذا الريسيرش طلع منه برودكت هو قابل للتطبيق وفي شركة احتضنت هذا الإشي، فطبعا كل التيم مستفيد طبعا، يعني هذا الإشي أكيد 100%، فممكن يصيروا يس بزنس مان بزنس وومن. يعني نايس، يعني المواقع اللي بتنزلوا عليها بتعطيكم كريديبيليتي انه اذا اخذ هذا الريسيرش بتقدروا انتم تناديهم يقول تعال انت اخذت الريسيرش تبعنا. ف فعليا هيك يعني على هلا فعليا يعني الحقوق النشر جدا محفوظه على مستوى احنا البحث تبعنا، في حال بدنا نستند على شيء حكاه بحث قبلنا ما بنقدر نهائيا نذكر هاي النقطه من غير ما نذكر انه البحث اللي قبلنا هو اللي حكى هاي النقطه، فعلى هذا الاساس احنا بكون في عندنا ريفرنسز ليست. شو هي الريفرنسز؟ انه احنا رجعنا للابحاث اللي قبلنا، فاكيد كل شيء كريديبل، اكيد يعني كل شيء حقوق محفوظه، يعني معروف انه هذا الريسيرش هدول الاشخاص، فهذا شيء اكيد يعني معروف. بس بزنس صراحه يعني مش كثير بدي افكر، انا ما اعرف كويس، بس مش متاكده انه الامور تمشي بهاي الطريقه، يعني اي ثينك انه لو في حدا في عنده ريسيرش لبرودكت فعليا ممكن يصير، وما راح يروح ينشره في مجله، هو ممكن انه يسجله بالاول كبراءه اختراع، يتواصل مع الناس ممكن تسبونسر هذا البرودكت، لانه بكون الواحد عارف الفاليو للمشروع تبعه، واذا واحد عارف انه هذا المشروع راح يطلع منه فعليا برودكت كبير، فاكيد هو يعني راح ياخذ الفيرست ستيب وهو اللي يتواصل مع الشركات. يعني حتى لو على مستوى دواء جديد او ريسيرش لدواء جديد، من اي ناحيه؟ كيف يعني يعني انه مثلا لو ريسيرش؟ انتم اشتغلتوا على ريسيرش على دواء جديد يقتل خلايا سرطانيه معينه بفعاليه اكبر، طلعتوا بهذا الريسيرش وطلع ناجح مع كل الترايلز، فهل هذا ممكن بعدين يصير الدكاتره يفكروا فيه كانه يلا تعال نعمل عن جد هذا الدواء، ونصير نحكي مع فايزر تعالوا سووه، او نحكي مع اي حدا تعالوا سووه؟ يعني هل اوكي هلا دكاترة لما الفكرة يعملوا ريسيرش بيفكروا بهذا المينتاليتي هاي، ولا انه بس دعم الريسيرش وانشر وخلص؟ هلا حقيقة صراحة يعني الفند احنا عندنا انت عارف يعني في الأردن يعني الفند جدا الحمد لله محدود صراحة، عقده فعقده فعشان يوصل لمرحلة انه هو يكون جاهز انه خلص في شركة قادرة تاخده وتصنعه فعليا، انت عارف احمد انه بده كتير مراحل وبده كتير ترايلز وكتير كوستين، ففعليا يعني اغلب الابحاث طبعا ممكن هذا الاشي فعليا لو في حدا قدر يمشي فيه وقدر ياخذ فند ضخم ممكن انه يمشي فيه، بس فعليا عشان اكون صادقه معك يعني اغلب الابحاث بتكون على الاشياء الاوليه، يعني على مراحل اوليه، على خلايا خارج الجسم، فيعني نادرا ما يوصل انه يعني بحث ينتشر يكون موصل لهي المراحل الادفانس، عاده بتنتشر هاي الابحاث وممكن كل حدا يصير يستند على الحدا اللي قبله، كل حدا يستند يطور البرودكت اللي حكى اللي عنه او الدواء اللي حكى عنه لحد ما ممكن انه يصير يعني برودكت قابل للتصنيع. بس حقيقة يعني الابحاث على مستوى خلينا نحكي الوطن العربي للاسف في هاي الضخامة، مش بضخامة يكون ماشي في كل المراحل وهو جاهز هلا بس يتصنع، يعني جميل. لهذا يعني طب هلا لو مثلا الان دكتوره بشرى بدها تعمل ريسيرش على مستوى الاردن مع مجموعه من الكوليكس مختلفين بالاماكن، هل هذا شيء قابل للتطبيق، ولا لازم انا اكون نفس جامعتي نفس كليتي نفس دكتوري؟ لا أكيد بتقدر تعمل في أي مكان، يعني هل تقصد على مستوى الأردن ولا برا الأردن؟ يعني مثلا يعني انا في دكتور عند جامعه التكنولوجيا بدي اروح عنده على الصيدله وانضم طبعا للتيم تبعه، بكل طبعا بساطه طبعا بصير. طبعا ما في أي مشكلة إذا أنت عارف هذا الدكتور وبتقدر تنضم له، يعني البحث هو مش ريستريكتد على كونك طالب جامعة أو أنت في هاي الانستيتيوشن، عادي فعليا أنت إذا بتعرف دكتور في مكان معين وهذا الدكتور حب يتبنى فكرتك فأكيد أنت بتقدر يعني تعمل هذا البحث معه وتقدر تشارك في فريق البحث، ما في أي مشكلة. تمام. هون في سؤال من صديقنا الدكتور عمرو او عمرو بيسأل، الله يعطيك العافية دكتورة، عندي سؤال، شو رأيك في موقع باب ميد؟ اتوقع انه قصده بالمصداقية او طبعا باب ميد، هل معتمد ولا كذا؟ فشو طبعا شو طبعا شو وضع هذا البلاتفورم هاي باب ميد؟ طبعا يعني باب ميد هي اهم، يعني هو اهم ويب سايت اصلا انه الواحد يطلع منه ريسيرش بيبرز، وهو اكثر ويب سايت يعني مأمون خلينا نحكي، فطبعا اي بيبر بتلاقيها على باب ميد فهي 100% يعني بيبر صحيحة إذن وموثوقة ومن مصدر صحيح يعني. حلو، إذن الباب ميد يعتبر معتمد على الكامل بالإضافة للجوجل سكولر، هو يعني جوجل سكولر جوجل بيجمع كل سكولر هاي كمان البلاتفورمز. يس، يعني هما خلينا نحكي تو ديفرنت سيرش انجنز يعني بيختلفوا عن بعض،
بس الفكره انه اثنين معتمدين، نعم يعني سواء جوجل سكولر او بوب ميد، يعني انا احيانا بستسهل شوي جوجل سكولر، بحسه اسهل يعني اذا بدي ادور على شيء بسرعه بتحسه انه اسهل، فما في اي مشكله. يعني انت بتقدر توثق باي بحث انت طلعته سواء من جوجل سكولر او من بوب ميد. جميل، وبرضه بسأل هل بسهولة النشر على هذا الموقع؟ هلا الفكره مش النشر على هذا الموقع، يعني خلينا نحكي احنا في الريسيرش عارفين انه احنا في عنا اكثر من مرحله، ففعليا يعني هاي المواقع هي فقط للبحث، كيف جوجل احنا اللي بنبحث عنها للاشياء العاديه، انت ما بتنشر بجوجل صح؟ انت بتنشر مثلا في موقع ولكن نتيجه البحث بتطلع في جوجل، فبوب ميد نفس الاشي، هو مش انت موقع بتنشر فيه، انت بتنشر في جورنالز، بتنشر في اي مجله، بوب ميد هو وسيله البحث بس، سيرش انجن اللي بيطلع لك هاي النتائج الابحاث في هاي، لكن هو مش مكان انت بتنشر فيه. جميل، أنا بدي أحكي للحضور الكريم إنه معنا آخر 20 دقيقة من الأسئلة من حضراتكم، استغلوا دكتورة بشرى خريج جديد لساتها فاضية، رح تنشغل بعد شوي ما حتكون جاهزة لهي الأسئلة. أوكي، في لا هون لا سؤال من لينا بتقول متى برأيك، أتوقع هذا حكينا عنه ولكن بدنا ترجع تنوهي لنا عليه، متى برأيك الطالب الأفضل يبلش خطواته بالبحث العلمي؟ متى يبلش في مرحلة البكالوريوس؟ حكيت عن هذا الإشي، يعني أنا باعتقادي هي بترجع لكل حدا، بس أنا باعتقادي مش قبل السنة الثالثة حقيقة، يعني يكون مخلص على الأقل أول سنتين من الجامعة عشان يكون شوي الطالب مستقر أكثر وفاهم سيستم الجامعة أحسن. حلو، في كمان هون سؤال من الفورم اجانا، كيف بقدر، احنا حكينا عن موضوع البروبوزر ولكن هون سؤال سبيسيفيك شوي بيقول كيف بقدر اجهز رسالتي لغايات قبولي، يعني لو انا هلا الان بدي ابلش بروبوزر وعندي فكره لبروتين معين ممكن يحل لي مشكله بالجسم، ايش بالضبط انا ابحث واحط بالبروبوزر؟ هلا لغايات قبول او منح، لغايات قبولها بالريسيرش. نعم هلا قبول على مستوى البكالوريوس عادي هلا عم هو نحكي. قبولها انها تشارك مع دكتور في بحث. اها اوكي، هلا حكينا احنا عن البروبوزل، يعني فعليا هي ممكن تتضمن انت تلخص شو هو موجود في الليتريتشر، شو اوريدي الابحاث اللي قبل حكت، بالاضافه انك انت تحكي هاي الابحاث الموجوده كيف بتدعم فكرتك، انت تطلع فكره تكون في الفيلد اللي بيشتغل فيه الدكتور، تحكي كيف انه الابحاث اللي قبل بتدعم فكرتك بحيث انه فكرتك قابله للتطبيق او ممكن يطلع عنها يعني نتائج مبكره. فيعني هذا هو الاشي في البروبوزل، كيف تعرضها يعني هذا الاشي يعني بيرجع لكل حدا، بس بنحاول دائما طبعا لغه ساينتفك فورمال، يكون في عندنا ريفرنسز، يعني احنا ما بنحكي انه في بيبر حكت هيك، لا ما بيزبط، لازم احنا يعني ريفرنسينج صحيح، نحكي انه البيبر الفلانيه حكت هيك هيك، ويعني يعني نحاول انه نصيغ الاشياء بطريقتها الصحيحه، يعني بلغتنا صحيح بس ما نغير المعنى، نحاول ننقل المعنى الدقيق اللي وصلته البيبرز اللي قبل. حلو، طب هل بهذا البروبوزل لازم انا ارفق معها موتيفيشن ليتر why I want to join this team او this مش غلط research؟ يعني ممكن مش تكون، غلط. يعني هاي الاشياء الحلو فيها انه ما فيها قاعده، يعني تقدر انت تبدع قد ما بتقدر، فحلو يعني، يعني صدقني حتكون حركه لطيفه تلفت الدكتور. يعني في شغله انا دائما فعلا يعني امنت فيها انه الواحد مش انه يسعى حتى انه يوصل لتوقعات الدكتور، لا او توقعات اي شخص، يعني انت حاول دائما تكون اعلى من توقعاته، يعني لو انت عارف انه الدكتور متوقع منك شغله انت حاول اعمل احسن منها، فعليا انت هيك يعني بتقدر انه تعطي first impression كثير حلو عنك، بالضبط، يعني انك شخص هارد ورك وانك شخص انه يعني مثابر. حلو. بس عبد حكينا سؤال عبد الله، سؤال لينا مرة أخرى، إيش أفضل المجلات العلمية اللي نبلش ننشر فيها بحثنا برأيك؟ يعني أتوقع إنه بعد ما نخلص بحثنا، هل أنا مرحلة مهمة إنه أنا أختار البلاتفورمز اللي أنشر فيها بحثي، ولا هو لا بلاتفورم واحد جوجل سكولر وخلص مثلاً لا لا هو مش بيكمل لا بعده؟ لا مش بلاتفورم، بالعكس انت بدك تختار المجلة، اول اشي بدك تختار المجلة اللي هي ريليتد للفيلد اللي انت فيه، كل مجلة بتكون مختصة في اشي معين، بدك تختار المجلة، المجلة بتكون طبعا مصنفة حسب قديش في ناس بيشوفوا هاي المجلة، قديش في ناس بيعملوا سايتيشن لهاي المجلة، يعني بيستشهدوا في الابحاث اللي فيها. هلا عشان اكون يعني صريحة، يعني كطلاب بكالوريوس يعني مش كتير هاي مهمتكم انه يعني تختاروا المجلة، او حيكون شوي صعب عليكم انه تختاروا المجلة تحديدا اللي بدنا ننشر فيها، يعني عادة لانه الموضوع بده خبرة، يعني الدكاترة بكونوا عارفين اكتر انه هذا البحث تبعنا
بيزبط مع اي مجله، قوه البحث ممكن انه يعني اختار مجله الواحد يكون واقعي كمان، ما بده انه يعني يبعث بحثه لاكبر مجله في العالم، خصوصا انه يعني لما تبعث لمجله انت ما بصير تبعث لمجله ثانيه، الواحد بيبعث بس لمجله واحده بالوقت الواحد، فالمجله الواحده بتاخذ وقت كثير لترد لك، فالواحد يكون واقعي ويعرف لمين يبعث عشان ما يطول كثير بحثه لحتى ينتشر. فعادة هاي المهمة صراحة صعبة على طلاب البكالوريوس، ويعني من الأبحاث اللي أنا أشتغل فيها كانوا الدكاترة هم اللي يختاروا فعليا المجلات المناسبة إنه ننشر فيها. طيب أنا هون عندي سؤال من زاوية ثانية، يعني بدي أطلع على الموضوع من شقلوب. هل في دكاترة أو شو الإنديكيشنز اللي بتحسسني إنه أنا هذا الدكتور لا يفضل إني أروح عليه على ريسيرش؟ يعني مثلا ممكن أنا ألاقي دكتور شاطر أكاديمية، ولكن لما أتعامل معه بالتيم وورك زي ما حكينا مثلا ممكن ما يكون عنده السكيلز تو ليد أس لهي النتاجات، أو إنه هو حيوصلنا لنتيجة بس إنه أنا ما حك يعني ما انبسطت ما تعلمت كثير. فشو الأشياء اللي بتحسيها إذا شفتها بدكتور أنا أحاول أبعد عنه في هذا الريسيرش؟ سؤال قوي هذا، اوكي لازم يعني هو تحكوا لي والله. لا هو يعني صراحة يعني بدك تسأل الطلاب اللي قبل، بدك تسمع رأي الطلاب، يعني احنا بنعرف انه دائما بكون في مثلا طلاب دائما بيعملوا ريكومنديشن لدكتور معين، بدك يعني تحاول انه يعني تشوف الباست اكسبيرينسز مع الطلاب، انه هل مثلا هاجس نبض الطلاب. جس يعني نبض انه كيف، بس يعني بشكل عام او ما بعرف يعني بكليتنا، خليني احكي عشان ما اكون بحكي بشكل يعني عن الكل، يعني بكليتنا صراحة الدكاترة يعني جدا 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 متعاونين، يعني وبما انه دكتور سمح لك تفوت على مختبره وتشتغل معه بأبحاثه، ف يعني حاسة صعب انه يكون دكتور مثلا مش متعاون، لانه هو في البداية يتعاون معك اصلا انه يسمح لك تفوت على البحث تبعه. فعادة اذا دكتور يعني وافق انه انت تفوت على بحث معين غالبا بكون متعاون. جميل جميل جدا. في سؤال من لينا: As a clinical research job, do you have any idea how those pharmacists, أتوقع قصدها رول، how role pharmacists work in this field؟ اللي هو شو دور الفارماسيست بجوب الكلينيكال ريسيرش؟ إذا عندك أي كمان فكرة مرة بالتحديد. اللي هو as a clinical research، as a clinical clinical research. research job, do you have any idea how role pharmacists work in this field؟ اللي هو شو دور الصيادله في الابحاث الكلينيكال؟ ممكن اتوقع انه قصده بالابحاث اللي مع الميديكال فيلد. ممكن لينا تصححي لنا سؤالك، هلا مش ولكن لو عارف، نحكي انه عن جد بدي اشتغل مع ميديكال ستودنتس او بميديكال فيلد اللي هو شيء طبي بحت، هل هم هيحتاجوا كلينيكال فارماسيست بعمليه الريسيرش؟ هلا صراحة حسب نوع الريسيرش، يعني ما حسب بدي نوع اجاوب جواب الريسيرش. عام لانه في يعني 1000 نوع ريسيرش فعليا، فصعب انك تحكي انه بيزبط او ما بيزبط، لانه حسب شو فكرة الريسيرش، يعني مثلا لو كان في الريسيرش عم يدرس تأثير دواء معين فهون اكيد حيكون في رول للفارماسيست. ككلينيكال ريسيرش هو مصطلح واسع، يعني صعب انك يعني تحكي انه هو فيلد معين بس الكلينيكال ريسيرش، بس عادة نعم يعني الدكتور صيدلة او صيدلة بيقدروا يكونوا جزء من الابحاث الكلينيكال اكيد. جميل، خصوصا انه كلينيكال فارماسيست صار دوره بالموضوع الادويه من ناحيه الكيسز، زي ما بنحكي الفرق بين فارمادي والفارماسي، فانه لو في شيء هناك مختص ببحث بشيء ميديكال او بروجنوسيس معين او أكيد لشيء أكيد معين، يجيبوا واحد من تيم ممبرز يكون كلينيكال فارماسيست عشان يحكي لهم عن الدوز وايز واشياء نعم الادويه. نعم مزبوط. يعني إحنا خلال سنة ساتة كان تدريبنا بالمستشفى، يعني كتير كان يجينا أفكار نحكي إنه يا ريت بس لو في وقت نقدر نعمل هيك، إنه بنقدر نعمل هيك، الواحد بيجي كتير أفكار يعني في المستشفى أو يعني كلينيكال وايز، فأكيد في رول واضح حيكون للكلينيكال فارماسيست. جميل. في سؤال من لينا عماد: بالنسبة لنقطة الدكاترة، بما إنكم ذكرتوها بالنسبة بالجامعة الأردنية، هل راح يسمحوا دكاترة من كلية أخرى غير كليتنا إنه ندخل ببحثهم؟ أتوقع هذا حسألتك إياه على مثال التكنو وحكيتين لنا ممكن مثلا طالب بكلية الطب مع دكتور من كلية أخرى، نعم إنه لو نعم في طالب يعني طب أنا بده يكون بعرف في ريسيرش طلاب، مثلا بصيدلي، هل هذا طبيعي؟ نعم، يعني بعرف طلاب من الصيدلة اشتغلوا في الطب، من الطب اشتغلوا في الصيدلة، فعادي ممكن، يعني في عندنا طلاب من الكلية كانوا يشتغلوا في كلية الطب، ما في أي مشكلة ما دام يعني إشي شوي يكون ريليتد لإلك مش إشي كتير بعيد، فما في أي مشكلة ممكن إنه الطالب يشارك.
طيب انا هون حاب اسال سؤال مني، اللي هو مركز حمدي منكو، ممكن تحكي لنا عنه اكثر؟ ممكن الناس الان مهتم تعرف عنه اكثر. تمام. هلا البحث الثاني اللي اشتغلناه فعليا كان مع مركز حمدي مانجو. هو مركز متخصص في الابحاث، فيه مختبرات بحثيه بمجالات مختلفه. هلا عاده نفس الشيء، يعني انت لازم تكون اوريدي بريسيرش بروجكت او بتشتغل مع دكتور معين لحتى انه يعني تقدر تستخدم مختبرات المركز حمدي مانجو. يعني مش انه بتقدم مباشره للمركز، لا، يعني انت بحاجه انه تكون في اوريدي في ريسيرش تيم، تقدروا تعملوا جزء من تجاربكم في المركز، خصوصا انه في عندهم اجهزه احيانا ما بتكون موجوده في الكليه. يعني احنا كان في جهاز في البحث اللي اشتغلناه مش موجود بالكليه، بيوصل درجه حرارته ل 800 سلسيوس واكثر، فكان بدنا درجه تسخين كثير عاليه عشان نحول لتشاركول، فهذا الحكي ما كان موجود عندنا في الكليه، فرحنا وقتها لحمدي مانجو واشتغلنا هناك. فهو يعني مركز فيه مختبرات، ويعني بيقدروا الطلاب يستخدموهم في حال كانوا اوريدي مع ريسيرش بروجكت موجودة. وهل هذا بتكلفة معينة ولا هو من الجامعة مجانا برضو يعني هو من المركز؟ الجامعة، يعني هلا من ناحية تكلفة، يعني فعليا الأبحاث بشكل عام عادة بتكون ممولة، يعني يكون الدكتور جايب تمويل لهذا البحث، أو ممكن طالب البكالوريوس هو يجيب تمويل بأكثر من طريقة. في عن طريق عمادة البحث العلمي بالجامعة عندنا بتعطي تمويل إذا طالب بكالوريوس بده يعمل بحث، وهذا فعليا برضو أخذناه، بس بكون تمويل كتير بسيط، يعني بكون مبالغ بسيطة. وفي كمان صندوق الملك عبد الله، برضو طلاب بكالوريوس مع دكاترتهم، يعني لازم يكون في سوبرفايزر أكيد بيقدموا، وهون بياخذوا تمويل يعني نوعا ما يعتبر جيد، يعني 5000 دينار كان تمويل للمشروع الواحد، بيقدروا الطلاب يقدموا عليه وياخذوا هذا التمويل. فعادة يعني لما نحكي عن فلوس غالب المشاريع بكون في إلها تمويل. وهذا التمويل بيكون سوبرفايزد باي البي اتش دي طبعا طبعا، بالدكتور يعني هذا ما يعني ما بيتسلم للطالب اكيد، هذا يعني كله للدكتور للسوبرفايزر. حلو. في اوكي سؤال هون من شاهد، اذا بدي ابلش من الصفر ببحث من وين ابدا بالضبط؟ اتوقع شاهد احنا جاوبنا هذا السؤال في بدايه اللايف، فاحنا حنعمل سيف لللايف، تقدر ترجع تحضر اللايف وتشوفي تمام. ذا ديتيلد انسر. اوكي. دكتوره نور حياصات بتسال، يعطيك العافيه دكتوره، قد ايه بتحسي مدى اقبال الدكاتره بمشاركه ابحاثهم سواء في المسابقات المحليه او المستوى الدولي مثلا مثل انتل؟ اتوقع انا كمان شفت في فاي للبحث العلمي، تعرفي فاي طبعا، يس. مؤسسه فاي، كمان فيها مسابقه بحث علمي، وحمدي منكو برضه بيعمل مسابقه بحث علمي شفتها، فحكينا يس، شو مدى شاركنا اقبال فيها. الدكاتره بمشاركه ابحاثهم، يعني مش بس انه عمل ريسيرش بل بده يشاركوا في كومبيتيشن سواء دوليه او جلوبالي. هلا عادة بس عشان انه ما نخلط، هلا مثلا يعني حمدي منجو لما يعمل مسابقة بتكون سواء يا لطلاب البكالوريوس، عادة المسابقات اللي بنسمع عنها اللي بتصير بتكون لطلاب فعليا، فهاي اكيد ما بيشاركوا فيها الدكاترة، يعني هي بتكون مسابقات بسيطة على مستوى الطلاب. هلا في جائزة البحث الباحث المتميز على مستوى حمدي منجو او على مستوى الجامعة، هاي بتكون للدكاترة. هلا حقيقة ما بعرف تفاصيلها، يعني بما انه هي بس للدكاترة اللي كانوا يقدموا عليها ما بعرف تفاصيلها، بس يعني عادة الدكاترة طبعا، يعني انا يعني من اللي شفته انه الدكاترة اكيد بحبوا يشاركوا ابحاثهم لما يكون في مكان مناسب انهم يشاركوا فيه. وهذه المسابقات على الأغلب حسب علمي تكون فيها جوائز مالية يعني بالآخر لحتى يكملوا فكرتهم، ولا نعم هي نعم بس advertising يعني تكون؟ لا، بتكون في بكون في فند يعني، او يعني جوائز مالية سواء للدكتور او للبحث، يعني نعم في بكون. جميل جميل. نعم أتوقع إنه إحنا هيك، إذا في كمان عندكم أي أسئلة تخبرونا، حتى أسئلة الفورم إحنا غطيناها. تمام دكتورة بشرى، أنا حاب تحكي لنا يعني القفلة النهائية، حكي لنا نصائحك بشكل عام، ولو عن جد رجع فيك الزمن إيش الأشياء اللي بتنصحي فيها الجيل الحالي؟ ولو أنا أتوقع أنا حفوت ريسيرش من الأسبوع الجاي بالصيفي، فلو أنا حاليا شاء الله. تنصحي الطلاب المقبلين على الريسيرش فعليا، شو هي النصيحة اوكي النهائية من بشرى وحسب خبرتها في الـ6 سنوات الماضية؟ تمام. هلا هي في نصيحة أنا نسيت أحكيها من ضمن السياق، يعني هي إنه أول ما تفوت بحث علمي كيف أنت تقدر تثبت نفسك وتركز احكي لنا. حالك لحتى إنه تستمر مع الدكتور، هو أهم 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 إشي فعليا القراءة. يعني لازم تقرأ كتير 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 لحتى أنت تبني يعني رؤية علمية واضحة عن هذا الموضوع. فبتذكر بأول بحث فتت فيه مع دكتور علاء، يعني كنت أقرأ ساعات خيالية صراحة،
كان ما كان كثير سهل، يعني الريسيرش بيبرز بتكون شوي لغتها بالأول يعني صعبة علينا كطلاب، فيعني كنت أمسك الريسيرش بيبر أقرأها من أولها لآخرها. أول مرة أخذت يمكن معي يومين كمان حتى أقدر أقرأها، نعم. أقرأها من أولها لآخرها، أخلصها أرجع أقرأها، أخلصها أرجع أقرأها كمان مرة لحد ما أحس إنه أنا فعليا فهمت إنه شو بقصده بالضبط. فأول فترة الواحد بحاجة إنه كثير يقرأ، يحاول يعني يقوي نفسه علميا، لأنه إذا ما كان في قاعدة قوية علمية مش كثير الواحد راح يقدر يعكس أفكاره بطريقة صحيحة ومنطقية. فيعني بنصح الطلاب دائما القراءة أهم إشي، اقرأوا كثير 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 خصوصا في بداية البحث، اسألوا كثير، طبعا مش الدكتور، مش تجنن الدكتور، يعني اسألوا عن النت دائما، حاولوا دوروا. هاي شغلة برضو أنا كثير يعني دائما بحكيها، إنه يعني الواحد يحاول يخلي آخر وسيلة هو إنه يسأل الدكتور تبعه أو السوبرفايزر، يعني إحنا ما بدنا جميل. نحط أعباء إضافية كمان. فدائما إذا سؤالك أنت حاسس إنه بتقدر تلاقي جوابه في مكان آخر يعني على النت، ف يعني يفضل أنت تبحث عن جوابه بنفسك، يعني دور في الأبحاث، اقرأ، شوف الريسيرش جيت، هاي المواقع دائما بيكون في عليها يعني أسئلة يعني تثري الواحد. ف يعني حاول ارجع اكثر ما يمكن للمواقع هاي، بعدين اخر خطوه اذا انت عجزت وخلص ما لقيت الجواب في مكان، دكتور وقتها ممكن تروح تجنن شوي دكتورك. جميل، هلا يعني انت بتحكي لي انه ممكن تقرأي بحث واحد لمدة يومين او يوم وبالساعات، يعني هذا بأكد اول على شيء نعم النقطة نعم نعم بالبداية، هذا بأكد على النقطة اتوقع الباشن، اذا انت ما كنت شغوف بهذا الموضوع انت ما حتكمل، نعم يعني حيزهق من نعم البداية او ما حيكمل، فبالتالي بالضبط اتوقع النصيحة اللي حكيتيها بالاول انه لازم يلاقي الباشن تاعه للريسيرش بأي يس تفاصيل بطرف الخيط لازم يكمل فيه، وفعليا حيفرق معاه الباشن بانه هو عنده شغف لهذا الموضوع او لهذا التوبيك. تماما هلا تماما انا عندي نصيحتي الخارجه عن موضوع الريسيرش، اللي هو نصيحتي انا دائما لما بعد سنه ثانيه او بالسنه الثانيه من كليه الصيدله في البكالوريوس قلت الكليه عباره عن اقسام، مش بيحكوا رؤساء اقسام، فكنا نحكي مثلا نعم احنا عندنا الصيدله 3 اقسام، فانا لما كنت احمد زي ما حكيت لك قبل اللايف كنت احكي له انه مهتم بالتكنولوجي وانه نسوي جهازات ومانيفاكتشرنج، بانه يقسم واحد كليته لاقسام ويختار القسم اللي هو باشنت عليه، هل تماما تنصح بهذا تماما الشيء؟ بالضبط تماما. يعني انا صحيح فورم دي او يعني كلينيكال، بس مثلا انا لقيت الباشن تبعي مش في الكلينيكال، يعني انا لقيت الباشن تبعي اكثر في الفارماسوتكس مثلا، في او بالفارماسوتيكال ساينس نفس الشيء يعني، بس مش كلينيكال. فطبعا اكيد الواحد حلو انه يعني هو وين الباشن تبعه، يمكن مش كتير سهل احيانا بكل واحد يحدد إشي كتير سبيسيفيك، بس تقدر على الاقل تستثني المجالات اللي انت مش كتير لقيت حالك انبسطت فيها. فالواحد بيحاول يستثني قدر الامكان لحد ما يقدر يوصل ويعرف شو الإشي اللي هو فعليا مهتم فيه. إذن هاي تعتبر من الخطوات الأولى، إنه قسم كليتك مواد نعم كليتك ولاقي الباشن تاعك بواحدة منهم وبلش، بعدين نعم للدكتور بروبوزل وكل هاي التفاصيل. دكتورة أنا أعجز عن شكرك، وفعلا شكرا يا على أهلا، وقتك وشكرا على بالعكس شكرا جهدك، لك على هاي الاستضافة شرفتينا اللطيفة. في منصة النادي الطبي وشرفتي كل الطلاب الموجودين اليوم، ما شاء الله تعدينا أكثر من 87 حضور، يعني زي كأنها محاضرة. أهلا كثير وسهلا في الجميع. كثير استفدنا، انا شخصيا استفدت، وانا اتمنى ان يكونوا 80 حتى لو استفادوا بمعلومه واحده. شكرا كثير دكتوره، وشكرا شكرا للحضور، لكم، احنا حنعمل شكرا سيف لهذا لوقتكم. الفيديو، الله تمام يسلمك يا رب، حنعمل سيف لهذا الفيديو لاي حدا بده يشيره بجروب الدفعه، اي حدا بده يشير، اي صديق او صديقه حكت انها حابه تعمل بحث علمي ومش عارفه وضايعه وانتم بتشربوا نسكافيه بالجامعه قبل الحجر، تقدر انك تحكي هذا الفيديو وتبعت لها اياه على الماسنجر، فيعطيكم ألف عافية. شكرا كثير، شكرا دكتورة بشرى، كنتم كمان مرة، أهلا، ونراكم على خير في إيفنتات أخرى إن شاء الله. نراكم إن شكرا شاء الله، جميعا، يعطيكم ألف عافية، شكرا كثير، الله يعافيك يا رب، يا مرحبا.